يسعدني كثيرا أن يكون احتفال كبير جدا في بلدي، في عاصمتنا، في الجزائر العاصمة، في أحد أكبر المعالم، في قصر الثقافة، وأن يخصص لهذا الحدث التاريخي، الذكرى 50 لهبوط الإنسان على سطح القمر، أن يخصص له أسبوع كامل من الأعمال، من المحاضرات، محاضرات عديدة جدا في كل يوم، معارض كما ترون حولنا، يعني أنشطة عديدة جدا، مشاركة شباب، مشاركة أساتذة، مشاركة باحثين، حتى الفضائية التي هي موجودة وهي دولية تشارك فيها حوالي 20 دولة، يعني مساحتها مساحة ملعب كرة قدم في الفضاء، وموجودة منذ حوالي 20 سنة، ويصل إليها الإنسان أو رواد الفضاء ويقضون فيها الشهور، بل هناك من قضى فيها أكثر من سنة. مع ذلك، كل ذلك لا يساوي إنجاز الوصول الهبوط على سطح القمر بمركبة مأهولة ببشر يخرجون منها، يمشون، يلتقطون أحجار، يضعون عليها أجهزة علمية، ويعودون إلى المركبة وتنطلق من جديد وتلتحم بالمركبة الأم التي كانت ظلت تدور حول القمر، ثم تنطلق المركبة الأم مع المركبة الصغرى التي حطت على القمر وتعود لتسقط في المحيط في على الأرض، ويخرج الرواد سالمين غانمين. يعني هذا إنجاز حقيقة، يعني لذلك يعني من جهة بعض الناس لا يصدقون أن هذا حدث، وهو طبعا حدث حقيقة، ولكن يعني من عظمة الإنجاز، بعض الناس يقولون لا يمكن أن تكون أمريكا تمكنت من القيام بذلك قبل 50 سنة. هذه الأحداث، هذه الاحتفالات التي نحن مشاركون فيها هنا في قصر الثقافة في الجزائر العاصمة، هي مناسبة لتنوير الجمهور العام وتطوير هذا الفهم، وأيضا إعطائهم هذا الحماس أننا كما فعلوا هم يجب أن نكون نحن قادرون أيضا أن نفعل، إن لم يكن اليوم ولكن غدا إن شاء الله. هؤلاء الشباب إن شاء الله سينجزون غدا بإذن الله.